السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا عن امر ريفولف، واتكلمنا على ان امر ريفولف بيتطلب عندي ان يكون في اكس وبروفايل. ليه اكس وبروفايل؟ اكس وبروفايل علشان البروفايل بتاعي يلف حوالين الاكس ب 360 درجة. طيب ده كلام جميل جدا يا باشمهندسين. طيب انا دلوقتي لو عايز ابتدي ادخل امر ريفولف ده جوه حاجات معينه وجوه اشكال انا حابب ان انا اشتغلها، مثلا حاجه زي البرمه مثلا، تعالوا نشوف الفكره بتاعته. هي فكره سهله وبسيطه جدا. يعني زي مثلا ان انا جيت فتحت الفلور بلان بتاعي ليفل 1 وجيت رحت جاي له من هنا كومبوننت موديل بليس، قررت ان دي هتكون فرنيتشر او ايا كان بقى وول او ايا كان اللي انا هكريته ليها، مفيش فيها اي مشكله. تعالى من هنا اقول له الجينريك موديل عندي اهي، تعالى اقول له الريفرنس بلان بتاعي موجود اهو مفيش فيها اي مشاكل، سلكت عليه النيم بتاعك ده الماي سيرت ريفرنس بتاعك، تعالى من هنا قول له يا سيدي ان انت عايز تبتدي تعمل امر ايه ريفولف. اول ما تيجي من هنا كده تقول له مثلا ست، وتختار من هنا الانجل بتاعتك تكون مثلا ريفرنس بلان بتاعها ليفل 3 مفيش فيها اي مشاكل. افتح الاليفيجن بتاعك عادي اهو، ادي الاليفيجن. حبيت ان انت تعمل حاجه زي البرمه فعلا، انا هبتدي ان انا افتكر معاكم الشكل بتاعه، وليكن ان هو هيكون مثلا 35 سنتي مفيش فيها مشاكل اهي. هنبتدي نيجي نعمل حاجة كده عندنا بالمنظر ده مفيش فيها اي مشاكل خالص. ممكن نيجي ننزل حاجة بسيطة كده، ممكن نصغر بس عشان ايه حجم الريفولف نفسه او حجمها نفسه هو بيلف حوالين الاكس يكون فيه نسبة وتناسب مع الموضوع ايه. عندي بالشكل ده، وهاجي من هنا اقول له start end radius arc عندي بالشكل اللي انت شايفه ده، وليكن ان احنا هنعمل حاجة كده. وهاجي تاني هكمل عندي مثلا بالمنظر ده، ممكن اكمل كده مثلا او كده على حسب شكل البرمة بقى اللي انا عايزه. انا ممكن اروح جاي مكملها عدل يعني لاين مظبوط كده، واجي اخش معايا بالشكل ده كده مثلا، واجي عندي بنفس المنظر اهو عندك بالشكل ده. ممكن احسن النسبة دي شوية، ايدي المنظر موجودة قدامي اهو مفيش فيه اي مشاكل خالص، تقدر ان انت تعمله بسهولة جدا. هتيجي تقوله من هنا اكسس لاين، لو انا جيت رسمت الاكسس لاين عندي بالشكل ده قلت له فينيش، طيب ايه المشكلة؟ انا عايز اشوف المشكلة فين، اقوله من هنا كونتينيو. ممكن نمسح اللاين ده نشوف المشكلة فين، ممكن نيجي نقول له من هنا ادي اللاين اهو ادي الشيب بتاعي نبتدي نعمل تريم بالزيادة الاكسس لاين بتاعي اهو، اقول له من هنا فينش، لف عادي بشكل طبيعي مفيش فيه اي حاجة. طبيعي لو انت حسيت ان الشيب ده كبير نفسه ممكن تخش كده تبتدي تقلل الجزئية دي كده شوية، بحيث ان هو بيلف ما يكونش ايه واخد نفس الايه الحجم عندك بالشكل ده. او حتى ممكن ترجع تقلل الريديوس نفسه تاني، انا هرجع كنترول زد اهو، ممكن اقلل الريديوس بتاع دي كده مثلا، يعني ممكن اجي هنا ابتدي ادخل دي كده جوه شويه معايا وكده برضو، ممكن اصغر الروز دي كده شويه بتاعت البرمه، واجي من هنا اقول له ستارت اند ريديوس ارك عندي بالشكل ده اهو، وتعالى من هنا قول له فينش، هتلاقي المنظر بقى قدامك بالشكل ده. هو مش مدي على برمة قوي بس خد الفكره برضو وابتدي اشتغل بيها. فكره ريفولف بتطلب عندي اكسو بروفايل. انت تعرف حتى لو انا جبت 3 دي فيو بتاعي وجيت ابتديت ابص على البرمة اللي انا عملته ده، شايف هنا في عندك اند انجل وستارت انجل، تعرف ان انا لو جيت على الستارت انجل دي خليتها مثلا 180 شايف المنظر، هتلاقي ان نص الشيب هو نفسه اللي لف حواليا بالمنظر ده. يعني تعالوا كده بس عشان في اشكال تانية موجودة اهو، هتلاقي ان هو لف ايه مش لف اللفة كاملة، لف بمقدار قد ايه 180 درجة. لو جيت قلت له من هنا 90 هتلاقي المنظر بقى عندك بالشكل اللي انت شايفه ده اهو. ولو جيت رحت جاي عامل سيلكت عليه وقلت له مثلا خليه الانجل دي مثلا 270 هتلاقي ان المنظر بقى عندك بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. الموضوع سهل جدا وبسيط، اهم حاجة تبقى فاهم الكونسبت نفسها ماشية ازاي. زي مثلا انت تختار له اي ماتيريال بحيث ان انت توضح بس الشيب بتاعه
ادي الشيب بتاعي اهو، ادي المنظر. لو انا جيت رحت جاي مخلي دي بزيرو، هتلاقي المنظر بقى قدامك بالشكل اللي انت شايفه ده. مش حابب شكل الماتيريال نفسها، ابتدي اختار يا سيدي ماتيريال تانية. سيب ان انا خدت الوود ده اهو، مش فيها اي مشاكل خالص ايا كان الشكل. انت تقدر تدخل صورة تحطها في الاليفيجن عادي، وتقدر ان انت تمشي عليها بشكل البرمجة بتاعك، بتقدر ان انت تعمل النسبة بتاعته ايه مظبوطة. الموضوع سهل جدا وبسيط. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من الفيديو ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.